السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم كنقدم لكم واحد الوصفه تاع البطاطا، واحد الطريقه كنديرها للبطاطا باش كتجي بنينه وكتجي مقرمشه وكتجي لذيذه وتاكلوها الدراري الصغار كيحماقوا عليها. من كنجيب 4 الحبات تاع البطاطا مغسولين ومقشرين، 2 بيضات، شويه تاع القزبر مقطع معدنوس مع روس تاع الثومه صغير، شويه تاع الملح، الملح كتبقى على حسب الذوق، شويه تاع الابزار. وكنجيب هاد الحكاكه هادي اللي كتكون على هاد الشكل هذا، كنجيب البطاطا ديالي وكنحط على شكل طولي. نحك البطاطا اخرى ديالي، كنستمر على هذه الطريقه حتى كنسالي حبات البطاطا اللي عندي كاملين. ملي سالينا الحكه نتاع البطاطا ديالنا كتخرج لينا على هذا الشكل هذا. هذا الشكل كنجيب 2 بيضات، كنجيب القزبر والمعدنوس مقطعين، الكمية راه كتبقى اختيارية، والثومة من الأحسن إلا عندكم ديك سميتها الضامة تاع الثومة بودر من الأحسن ديروها كتجي بنينة بزاف. كندير شوية تاع البزار، كنحرك البطاطا ديالي البنات. سمحوا لي انا كنخدم غير بيديا، ما كنعرفش نخدم بمعيقه ولا وحده كيفاش كترتاح الخدمه. بعد ما حكينا البطاطا ديالنا ودرنا فيها القوام وحطيناها على جنب، كندير الزيت في مقله كتسخن، وكنجيب هاد الصفار كلشي اللي عنده في الدار، كنجيب معلقه وكندير البطاطا ديالي على هاد الشكل هذا هكا. كنورك عليها مزيان حتى كتقطر ليا، لما اللي كاين في البطاطا عندي كنقلب على هاد الطريقه هادي وكنحطها في القلب بهاد الشكل هذا. كنجيب واحدة أخرى على هاد الطريقة هادي، كنورك على ملفة مزيان كنحطها على ملفة، كنجيبها كنرميها في الزيت ديالي. البنات راه كتجي مقرمشه ولذيذه، راه ما تشبعوش منها، كتجي غزاله، جربوها حطوا عليا. فاش كنورك بحال هكا كاع داك الماء اللي كاين في البطاطا وداك الزيت كيحيد، كنعاود نقلبها على المعلقه ديالي بحال هكا كنرميها. كنتمنى الطريقه تكون واضحه، راه طريقه سهله ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، والنتيجه احسن من الطريقه ديال النتيجه كتجي غزاله. البنات بالنسبه لي كتحط تبغي الحار ممكن تزيدي عليها الحرور، انا ما تفرطش ليا ضمه تاع الثوم كتجيبها غزاله.
نخليها هكا تشد فراسها هكا مكلوب. ملي كيبداو ياخذوا ليا اللون ذهبي على هذا الشكل هذا كنقيهم على الجهه الاخرى باش يتحمر كما كتشوفوا معايا. اللون ديالهم كيشهي البنات ملي كتحمر ليا لا ما كنزيدو هاد الطريقة هادي انا كنستمر على هذا الشكل هذا حتى تنسالي الكميه ديالي كلها هي اللي عندي. هذا هو الشكل النهائي اللي كيجي مقرمشه كما كتشوفوا وكتجي زوينه. بعد ما سالينا الكميه ديالنا كلها هي تجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا كتجي مقرمشه. المهم البنات كنتمنى منكم تعجبكم الوصفه ديالي وتجربوها وما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم بجيم. ومرحبا بالبنات اللي داروا لي ابوني. نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم.